أسعد الله أوقاتكم. حلقة ظريفة جدا نقدمها اليوم تعتمد بشكل كلي كيف يمكن أن نحول كما كبيرا من المعلومات الكثيرة بشكل مختصر بعيدا عن الحفظ والتلقين. لذلك اخترنا موضوع البطاطس، التوزيع الجغرافي وأهميته الاقتصادية وأهميتها الاقتصادية على المستوى العالمي. بداية وكما سمعتم عمدت الممثلة المصرية لبلبة إلى تقليد المطربة اللبنانية صباح في أغنية على البساطة، ويعيني على البطاطا. مفاد الأغنية يعني رغم ظرافتها أن العاشقة تحب حبيبها مفضلة العشاء بالبطاطا من أجل من تحبه وتهواه. هذا الأمر ينقلنا إلى نص جميل لسلسلة بوكماخ اقرأ بالمغرب بعنوان أكلة البطاطس، وهذا النص يعني غني عن التعريف ومشهور جدا داخل الأوساط التعليمية المغربية وداخل مع المغاربة، والذي يبتدئ بهذه الجملة التي يحفظها الكثيرون: طبخت الأم البطاطس وقالت لولدها كل البطاطس، فقال الولد أنا لن أأكل البطاطس. وفي شكل متواليات حوارية بين عدم الرضا والقبول في نهاية المطاف. هذا النص الجميل يدفع بنا إلى البحث عن الحضور المكثف لكلمة البطاطا في أدب الأطفال، فنجد مثلا كتاب القرصان ناريس للبطاطا للكاتبة فيرونيكا ألباريس ريبيرا، ثم بطاطا بدون التعريف للكاتبة غارسييلا بياتريس كابال، ثم ملكة البطاطا للكاتبة ماريا إلينا ووتش. وبعيدا عن النقل الحرفي للمعلومات، تمنحنا اللغة العربية في تقنية الاختصار فرصة كبيرة لاختصار كم من كبير من الأشياء ومن المعلومات. فمثلا الدول المنتجة والمصدرة للبطاطا على المستوى العالمي وأهميتها الاقتصادية يمكن اختصارها في هذه الجملة: أبصرها أبو فهد. أكررها: أبصرها أبو فهد. فكل حرف يشير إلى دولة معينة من 12 دولة منتجة ومصدرة للبطاطس على المستوى العالمي. وهذه التقنية يعني يمكن تساعد على اختصار زمن الحفظ وعلى تقنيات التذكر دون الإجهاد النفسي للمتعلم. فمثلا أبصرها أبو فهد الآن تشير إلى أوكرانيا، والصاد تشير إلى الصين، الباء تشير إلى بولندا، والهاء إلى هولندا، والراء إلى روسيا، ثم الألف إلى إسبانيا، ثم كذلك الباء تشير إلى بنغلاديش، والدال تشير إلى الدنمارك. يعني تقنية بسيطة جدا ولكنها تساعد الكثير من المتعلمين على نقل هذه المعلومات بطريقة بسيطة جدا دون هذا الجهد ودون الإرهاق. كما يمكن أن أمضي في هذه التقنية بغية نشرها على نطاقات واسعة في المغرب وفي العالم العربي، يعني نشر هذه التقنية في المغرب وفي المناهج التعليمية وفي الوطن العربي، مع يعني الحفظ على الحقوق الفكرية بطبيعة الحال، حيث أن الدول المتحصلة على إنتاج البطاطس يعني والمرتبة هي الأخرى، يعني على المستوى الأدنى والمستوى الأخير في إنتاج البطاطس. نجد ساحل العاج، ناميبيا، كينيا وجزر البهاماس، والتي يمكن اختصارها في اللغة العربية بكلمة بسيطة جدا: سمكنا.
فكل حرف من 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 هذه الأحرف يشير إلى اسم دولة من هذه الدول الأربع، يعني ساحل العاج، ناميبيا، كينيا، وجزر البهاماس أو البهاماس. بعد البحث من طبيعة الحال، الغريب في هذا الموضوع أن دولة فقيرة جدا مثل بنغلاديش، يعني مساحتها 144 ألف كيلومتر و 6 ملايين نسمة فاصلة 737 مليون فاصلة 737 تحتل المرتبة السابعة في إنتاج البطاطس. هذا أمر يعني محير شيئا ما، يعني صغر المساحة وعدد سكان صغير جدا، متفوقة على مصر الذي يبلغ تعدادها يعني ما يقارب 100 مليون، ويعني تضاعف البنغلاديش يعني إلى ما يناهز 15 مرة إلى ما أقول 16 مرة. والمغرب كذلك الذي يمكن أن يضاعف من مساحة البنغلاديش إلى 3 مرات ينتج فقط 1.5 مليون طن من البطاطس، وأن المساحة المزروعة يعني في المغرب للبطاطس لا تتعدى 60 ألف هكتار. السؤال، ما الذي يقع أن دولة صغيرة مثل بنغلاديش، لا نريد المقارنة مع دول كبرى، اتركونا فقط نقارن مع هذه يعني البنغلاديش وإمكانياتها الذاتية، ما الذي يقع في العالم العربي رغم أن مساحة السودان يعني أضعاف مضاعفة، وهناك العديد من البلدان العربية تتوفر على مساحات شاسعة، وهذا أمر آخر. يعني خلاصة القول أنه في كثير من الأحيان نستعمل في الوطن العربي وفي المغرب كلمة بطاطا أو البطاطس أو البطاطا للاستسهال والبساطة، ولكن الغرس ديالها، غرس ديال البطاطس، تتطلب جهدا كبيرا ورعاية خاصة، وهذا هو لب الموضوع. هذا الجهد الكبير وهذا العمل الكبير وهذه الرعاية الخاصة، هذا ما نحتاجه في المغرب وفي الوطن العربي، ليس فقط في البطاطا ولكن في الكثير من الأشياء الضرورية للمواطن العربي. نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاءات متجددة بكثير من الإبداع. طابت أوقاتكم ولكم موفور الشكر على حسن تواصلكم، وناعدكم دائما بالجديد وبكثير من الإبداع. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.